مشاهدونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات التالية نقدم لحضراتكم عرض الساعة، عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. يستقبل اليوم رئيس الجمهورية للديبيتنو السيد ريبيليو جورج تشيبوتي وزير خارجية أنغولا. الوزير حمل معه رسالة خطية من الرئيس إدوارد سانتوس إلى نظيره إدريس ديبيتنو تتعلق بتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين تشاد وأنغولا. الحبيب حامد محمد. تعميقا للعلاقات الثنائية في مختلف مجالات التنمية بين لواندا وأنجمينا والتطرق إلى أحوال دول الإقليم، لا سيما الدور الكبير الذي تلعبه البلاد في دحر الإرهاب وجماعة بوكو حرام، وخاصة في شمال نيجيريا والكاميرون والنيجر، هو فحوى الرسالة الشفوية التي حملها وزير خارجية جمهورية أنغولا السيد ريبيليو جورج تشيكوتي إلى فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو من نظيره إدواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية أنغولا. وجمهورية أنغولا وتشاد تربطهم علاقات عزلية وقديمة، وشهدت إنعاشا دبلوماسيا قويا في الآونة الأخيرة، حيث قام فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو خلال السنوات الأخيرة بعدة زيارات عمل وصداقة، وحضر عدد من اللقاءات والمؤتمرات هناك. المقابلة كانت بحضور وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي السيد حسين إبراهيم طه، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ناجوم ياماسوم، ونائبة مدير المكتب المدني لفخامة الرئيس الجمهورية السيدة أميرة إدريس دابي. ومن ثم عقد فخامته جلسة مغلقة مع الوزير الأنغولي، تناولت هي ملفات عديدة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، أبرزها التعاون المشترك بينهما، وكذلك الخطة الخماسية لعدد هيكلية الاتحاد الأفريقي ودور الرئيسين فيها. وعقب المقابلة سمن السيد تشيكوتي لقائه مع فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إيتنو، وقال هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها تشاد، حيث النظيران إدريس ديبي والرئيس دوس سانتوس يتبادلان الآراء في كثير من القضايا الأفريقية الراهنة، وخاصة ملفات التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها. ونحن نطالب الرئيس إدريس ديبي إيتنو الرائد في مسيرة منظمتنا.